نبقى في عالم الحيوانات، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء وتربية الحيوانات النادرة وغير الأليفة، وأصبحت تربية الهواية المفضلة لدى الكثيرين. هناك من يهتم بتربية السحالي والثعابين، الفهود، الأسود وغيرها من الحيوانات المميزة. يعني الناس ولادها بتربي بساس، كلاب، أرانب، مش حيايا. جميل. شو سميته هذا؟ سميته خبيثه. خبيثه لانه خبيث. بده إيه هلا بقصتي؟ لا ما بتوجع قصته. خاف يعني بورس بس ما بتوجع قصته. لسه صغير. يلا بوس 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 بابا. ومن بين هؤلاء زميلنا إبراهيم بدر الذي ينضم إلينا في الاستوديو مع حيوانه غير الأليف تماما. لا أليف والله أليف. لا أنا شايفاك أليف معاك مش معاك. ومعاك حتى بس لازم تتقبلي الفكرة. لا والحسن حظنا النهاردة أنه هو بيغير جلده فإحنا شايفين هذا المرحلة معاك. بصراحة التوقيت هذا لازم يكون يعني هو مرتاح، يعني إذا ما بعرف إذا بالشباب على الكاميرا شوف هيك هو عم هلأ هاي الفترة هاي. هلأ هو مفروض يغير جلده. بتوقعش مفيش ألم؟ لا هو بس لازم يكون على راحته، بس بما أنه إحنا جبناه نساعده. فهو عم بيغير هاي الطريقة اللي بغير فيها جلده هاي بيكبر فيها هيك يعني أنه وهي علامة صحية. إذا الكورن سنيك ما غيرت جلدها يعني معناته أنه هو مش صحي. ما يبي لك كريم؟ لا لا انا يعني الان هو ذكر ولا ذكر؟ ذكر ذكر. ها مو انثى لان قالوا الحية تغير جلدها. صحيح. الان طيب ابراهيم ايش اللي جاء على بالك؟ انا والله مش فكرتي، هاي فكره ابني وانا كنت رافض في البدايه. يعني كان حكى لي بابا بدي اجيب حيه، قلت له شو بتحكي انت؟ طبعا مره امه يعني حكت انا بدي اطلق. قلت له لا لا انا رافض. فلما جابه كان صغير واصر وانا حبيت يعني انمي عنده فكره انه يعني يعمل شيء متميز. بالمناسبه يعني عم بغير هيك اخر فتره هاي، هذا شيء نادر يعني الحيوانات في فصول معينه تغير. بس معلش اساعده في هاي لانه خلص يرتاح اكثر من غير ما يتوتر. يعني متوتر من هاي. يعني تربي حيه. فانا في البدايه ما كنت موافق على الفكره، لكن بعدين تقبلتها وكنت حتى خايف منه. بعدين تعال يا رجل. خبيثه. بعدين اسمه خبيثه. خبيثه هذا ابني كمان سماه، مع انه مش خبيث ولا شيء، لطيفه لازم يكون اسمه. جربي يا مروى المسيح. اجرب مين؟ من هنا بس مش من وشه. لا لا حتى. طيب ايش صار له وياك ابراهيم؟ شلته بيأذي ولا تمام؟ لا لا ثلاث سنين. جيبي بالله جيبي. شو يلا خلصين. بس ما يعني امسكيه بلطف. زين الحين شلون بالبيت تقعد وتزمر له ولا ما بسمع اصلا؟ الافعى ما بتسمع. صح. شنو المميزات؟ شنو اللي عرفت عن هذا العالم؟ اسهل بيمسك على ايدي. يا عمي تعالي هو هذا من الحيوانات العاصره، من يعني اللي بقتل بالعصر ما عنده سمع. طب هيعصر ايدي هلا لسه صغير. حلو. هو بابا كم عمره؟ كمل الحين شو اللي عرفته عن الان؟ هذا اسهل شيء تربيته الكورن ستيك، لانه ما بتطلب شيء، بس بدك تحط له مي ومكان فيه حراره ورطوبه مناسبه ويكون في اكل عنده. يعني كل اسبوع طعمه في البيت ينطلق. لا 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 انا حاطه في كيج لانه هذا ملك الاختفاء. يعني اذا بتتركه في البيت مستحيل تلاقيه. بياكل ايه بقى؟ بياكل بسكوت وشوكولاته. لا اكيد مش بسكوت وشوكولاته. قول لنا بياكل ايه؟ بياكلوا ايه؟ بياكل فيران. جد؟ والله فيران بياكل. شو بده ياكل يعني؟ هو اصلا اسمه كورن سنيك. هذا بيعيش في حقول الذره في امريكا، فبالتالي انه بياكل القوارض كثير. ف عشان هيك وراح فين؟ لا هيو هيو تمام وضعك بس زين. بيض ما ياكل كثير حلو عادل مع الابيض. شايف كيف ما ياكل بيض؟ لا لا ما بياكل بيض. ممكن ياكل بيض. يعني بيبلعها كامله. لازم تكون يكبر بعد ولا شنو؟ بيكبر شوي. حسب يلا هداك انت. ليش يا عادل ليش؟ زين تخيل الفيران. طيب بيعيش كم سنه؟ يعني كم سنه؟ اي والله اذا بالاسر بيختلف عنه، لانه بالاسر بتعرض لكثير مهاجمين وممكن ما يلاقي اكل. بس بالاسر ممكن يعيش 15 سنه او
أكثر شوي حسب ما بتدير بالك عليه وتوفر له بيئة مناسبة. إيش كثر يوصل ممكن حجمه؟ هلا هو طوله 1.20 متر، ممكن يوصل كمان يزيد شوي لمتر ونص. لا لا عادي عادي. تعال حبيبي هو مرتاح. هل معنى ذلك انه ابراهيم حب مروه الخبيثه؟ هل ممكن ان انت تطور وتجيب واحد ثاني وتزوجها؟ لا 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 انا ممكن اجوزه بس ام جميل رافضه. يا انا يا مرت خبيثه. ام جميل عارفه مصلحه البيت. شكرا لك يا ابراهيم ولضيفك خبيث ويعطيك الف عافيه. باي قول باي يا خبيث. ابراهيم عنده حيه انشهر خبيثه. انا راح ربي لي ديناصور ان شاء الله قريب.